لأن المدرسة هي صانعة جيل المستقبل، ولأن المعلم هو مربي الأجيال، وبما أن التعليم والتربية هي عملية تكاملية بين البيت والمدرسة، قمنا بإنشاء تطبيق إفادة لكي يساعدك ويسهل عليك الصعوبات التي تواجهها اليوم المدرسة في التواصل. يعمل تطبيق إفادة على إنشاء بيئة سريعة وآمنة وفعالة للتواصل بين الأسرة والمدرسة. مع إفادة تستطيع إيصال كل ما ترغب إلى ولي الأمر، ويمكن الأهل من متابعة كل ما يتعلق بمستوى الطالب الدراسي وتطور مهاراته وغيابه وحضوره وواجباته اليومية. كذلك يمنح تطبيق إفادة المعلم إمكانية إرسال رسائل لأولياء الأمور، وكل هذا من أجل تحقيق بيئة تعليمية تربوية متكاملة ترتقي بالطالب إلى أسمى مراتب العلم والأخلاق. هل انتهينا؟ ليس بعد. يتضمن تطبيق إفادة ميزات شتى أيضاً، منها إرسال أخبار المدرسة اليومية وأنشطتها وفعالياتها مزودة بالصور والفيديو لكل أولياء الأمور على جوالاتهم بكل سهولة. إرسال الغياب اليومي والواجبات للطالب، يستطيع ولي الأمر الرد بأسباب الغياب من التطبيق بكل سهولة. الجدول المدرسي للطالب يكون متاحاً له من خلال التطبيق. يمكن للأب والأم تحميل واستخدام التطبيق مجاناً، وستصل نسخة من أي رسالة عن الطالب لهم جميعاً في نفس الوقت. يمكن للمدرسة عبر التطبيق إرسال رسائل SMS أو استخدام الرسائل المجانية في التطبيق عبر الإنترنت دون الحاجة للخروج من التطبيق، والتي تتيح إمكانية إرسال الصور والفيديو وملفات PDF. اشترك الآن ولننطلق بأبنائنا نحو المستقبل. www.ifada.com للتواصل